السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم في توقعات مباريات كرة القدم ليوم الثلاثاء. إن شاء الله راني اختاريت 10 مقابلات. نبدأ على بركة الله. أول مقابلة من الدوري المكسيكي بين فريق باتشوكا وكويريتارو. هذه أول جولة بين فريقين، لأن فريق باتشوكا فريق ممتاز، وخصوصا يلعب بالميدان ديالو، وهذه أول مقابلة. فاختيار ديالي كنعطيكم فوز فريق باتشوكا. انتقلوا للمقابلة الموالية لفريق أوسان هيونداي مع كانغو من دوري كوريا الجنوبية. كما كتلاحظوا، أولسان هيوندا المرتبة الأولى، كانغو المرتبة التاسعة. أولسان هيوندا غادي يستضيف في الميدان ديالو، لذلك فكنعطيكم هنا فوز فريق أولسان هيوندا. تقبل المقابلة الموالية من القسم الوطني الثاني لكوريا الجنوبية بين فريق دايخيون مع أنسان جرينيرز. كما كتلاحظوا، دايخيون المرتبة الثانية 38 نقطة، أنسان في المرتبة الأخيرة 17 نقطة. هذه فرصة لفريق دايخيون اللي يزيد يرفع من النقاط ديالو. كنعطيكم هنا فوز فريق دايخيون. تدخلوا المقابلة الموالية للدوري الأوزبكستان بين فريق سوق ديانا مع كيزلكوم. كما كتلاحظوا، أنا سوق ديانا لعب 11 مقابلة، كيزيوم لعب 12 مقابلة، ورغم ذلك تقدم في النقاط لفريق سوق ديانا. أنا فريق قوي كيلعب في واحد الدوري ديال آسيا. فريق سوق ديانا فريق رائع. كنعطيكم فوز فريق سوق ديانا، فريق المستضيف، فوز فريق الفريق المستضيف. تقول المقابلة الموالية من الدوري المصري بين فريق سموحة وكفر الشيخ، هذا من كأس مصر. فريق سموحة فريق قوي، غادي يلعب في الميدان ديالو. أنا كنعطيكم فوز فريق سموحة أو فوز فريق سموحة في الشوط الأول. هناك جوج احتمالات. تقول المقابلة الموالية من الدوري التمهيدي من وصفة الأبطال الأوروبية بين فريق مالمو مع فيكينغور ديال إيسلندا. فريق مالمو فريق قوي، يفوز في هذه المقابلة. هناك احتمال آخر، فوز فريق مالمو في الشوط الأول. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري المغربي بين فريق حسنية أكادير واتحاد طنجة. آخر مقابلة بين الفريقين خلال هذا الموسم، فريق اتحاد طنجة وفريق حسنية أكادير. حسنية أكادير يستضيف في الميدان ديالو. أنا كنعطيكم فوز فريق حسنية أكادير النسبة 50%. تقبل المقابلة الموالية من الدوري السويدي بين فريق هالمستاد مع جون كوبين. كما كتلاحظوا، فريق هالمستاد في المرتبة الثانية، جون كوبين في المرتبة 14، 23 نقطة. فوز فريق هالمستاد في هذه المقابلة يعني تصدر الدوري، تصدر الدوري وتصدر الترتيب. لذلك غادي يلعب في الميدان ديالو، ما يبغيش يضيع الفرصة. كنعطيكم فوز الفريق المستضيف فريق هالمستاد. تقبل المقابلات الموالية كذلك من عصبة الأبطال الأوروبية بين فريق شامروك روفرز الإيرلندي مع هيبرنيانز مالطا. فريق شامروك روفرز فريق قوي في الدوري الإيرلندي. فريق هيبرنيانز
من الدوري المالطي، دوري هاوي الدوري المالطي. إذا فكان أعتقد أن فوز فريق شامروك روفرز في المقابلة، أو احتمال آخر فوز فريق شامروك روفرز في الشوط الأول. تقبل المقابلة الأخيرة بين فريق شكوبي من مقدونيا مع فريق لينكون ريس من جبل طارق. الدوري المقدوني أحسن من الدوري جبل طارق. هذه الصادف في الميدان ديالو في مقابلة ديال الذهب، ذلك يعطيكم فوز فريق شكوبي المقدوني في هذه المقابلة. أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى الخير للجميع، بالتوفيق الخوت. وما تنساوش بأن كرة القدم ما فيهاش المنطق. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.